أعلن عمال البلديات في عموم محافظة بابل إضرابا مفتوحا عن العمل بسبب عدم دفع أجورهم ورفض وزارة المالية تخصيص مبالغ لهم، مؤكدين أنهم سيستمرون بالإضراب وقد يلجؤون إلى الاعتصام في حال عدم تنفيذ مطالبهم. مطالبنا مشروعة، المطالب مالتنا مشروعة، لا صادين شارع ولا صادين هاي، نداعي مجرد جاي يدعون برواتبهم. هسه هذا الشهر يقولون تنزيل رواتب السائق 7000 والعامل 5000 دينار والمراقب. زين هاي العالم شنو ذنبها؟ اكثر العمال قاعدين بايجار، الايجار البيت تدرون بيه هاي 200000 هاي 250. زين ويا هالظروف هاي الصعبه، احنا بشغله الازمه مال كورونا الحظر 4 أشهر الدوائر كلها قاعده، هي نفسها دائره البلديه الحل مالتنا قاعده والاجور اليوم الخدمات تشتغل بالشارع، جفوف كمامات معقمات من حسابهم من يجيبهم يجيبون ويعطون. بالنسبه لنا اجور يومي يعني الراتب، يعني حتى من يعطونا الراتب ما يعطونا مثل ينتهي الشهر او واحد بالشهر اثنين بالشهر يعطونا 40 يوم يصير 50 يوم تقريبا يعطونا الراتب مالتنا. احنا بالنسبه لنا سواق يعني السائق معرض لكل شيء، الحادث ينضرب سياره يعني هو يقتل واحد متعمد. احنا بالنسبه لنا نريد رواتبنا ترجع ونريد عقود، نريد عقودنا. وين راح صار سنه اعطونا على اساس عقود اعطونا مال ماستر، ماكو هاي ماكو. ليش يعني؟ احنا بالنسبه لنا مظلومين، وهاي هاي الماستر هاي راح يصير لها سنه على اساس عقود، على اساس عقود ويضحكون علينا. واخذوا من كل عامل او سايق 8000 دينار، 8000 دينار اخذوا كل واحد من عامل وسايق. يا اخي والله العظيم ما ادري ايش اقول لك، مين ابدي ومين ارجع ما اعرف يعني، يعني هاي مشكله كبيره عد الدوله عندهم مشكله كبيره، احنا ناس كلها فقراء ومساكين، كلهم صاحبين عوائل. 5000 بدي اشوف ال 5000 تكفي نسات اللبنة بشهر؟ يعني 500000 بدي اطيب الشهر تكفي لبنة نساتين؟ ممكن يخافون من الله. والله العظيم ما حد سوى سوايتهم، الله وكيلك ما حد سوى سوايتهم، مو ملينا جزعنا، الى متى؟ غير ادري اعرف الى متى؟